لا يزال النازحون مئات الالاف منهم يتدفقون الى دول الجوار، هنا على معبر دولخوفيتشو في بولندا ايضا، مع انه معبر غير معروف المئات او الالاف يتدفقون ايضا. هذا المعبر لا يشهد الازدحام والاكتظاظ الذي تشهده المعابر الاخرى، حيث فتره الانتظار طويله. المتطوعون البولنديون هنا يستقبلون النازحين، يؤمنون لهم مستلزمات الطعام وايضا يؤمنون لهم المنامة ويقلوهم الى البلدة القريبة حيث يؤمنون مناماتهم. حتى الان بلغ عدد النازحين أو ناهز عدد النازحين بحسب الأمم المتحدة 700,000، معظمهم أتى إلى بولندا، حيث فاق عدد الذين أتوا إلى بولندا 400,000 في ظل سياسة معلنة من الاتحاد الأوروبي ومن بولندا بفتح الأبواب أمام الأوكرانيين وأمام اللاجئين الأوكرانيين الذين يواجهون مآسي في ظل القصف والحرب الروسية التي تجري في بلادهم وتدمر بناهم التحتية وتدفعهم إلى المغادرة. وائل الحجار، تي آر تي عربي، بولندا.